السياسي والفكري. حزب التقدم والاشتراكية كيعقد اليوم مؤتمره الوطني 11، وهي مناسبة سياسية كبيرة بالنسبة لوطننا ولحزبنا، لأننا من خلال ذلك ونحن نعقد هذا المؤتمر تحت شعار البديل الديمقراطي التقدمي، هي مناسبة لنقف على الأوضاع في بلادنا سواء منها الوطنية أو الديمقراطية أو السياسية أو الاقتصادية والاجتماعية، لكن أساسا أن نجد كيف يمكن بلورة هذا البديل الديمقراطي التقدمي على أرض الواقع، دفاعا عن قضايا شعبنا، دفاعا عن الوضعية أو لا درءا لهذه الوضعية الاجتماعية اللي فئات واسعة كتكتوي منها الغلاء المعيشة، التهديدات المرتبطة بالقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين. وبالطبع نحن في حاجة إلى حزب قوي، والمؤتمر هو محطة من أجل مراجعة الذات لنكون في الموعد مع انتظارات شعبنا. انعقد المؤتمر الوطني 11 لحزب التقدم والاشتراكية تحت شعار البديل الديمقراطي التقدمي في سياق وطني، سياق دولي معقد صعب محمل بالعديد من التحديات، ولذلك مؤتمرنا الوطني 11 يحاول أن يقدم البديل الديمقراطي التقدمي الذي نختزل من خلاله العرض السياسي الذي يقدمه الحزب لهذه المرحلة التي يمر منها بلادنا ويمر منها شعبنا. بديل ديمقراطي التقدمي يشمل كافة المجالات الاقتصادية الاجتماعية الثقافية السياسية والبيئية، وطبعا سيكون على عاتق المؤتمر كذلك أن يناقش الحياة الداخلية للحزب، أن يجدد أساليب عمله، أن يستشرف الآفاق التي تمكن المناضلات والمناضلين من أن يعملوا بقوة على تجسير الهوة التي أصبحت تفصل اليوم ما بين المواطنات والمواطنين وما بين العمل السياسي والعمل الحزبي، عبر بحث السبل الكفيلة بإعادة المصداقية للعمل السياسي والعمل الحزبي، عبر بلورة الخطاب والأساليب والآليات المناسبة للعديد من الفئات مثل الشباب والنساء إلى غير ذلك. فإلى جانب كل هذه القضايا طبعا المؤتمر الوطني 11 سيكون مطروحا عليه أن يجدد هياكل الحزب وينتخب أجهزة جديدة منها اللجنة المركزية والأمين العام أو الأمين العام للحزب، وبعد ذلك في مرحلة لاحقة طبعا المكتب السياسي للحزب. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.